اخواتي حنسمع كمان من ابن كمان اختبر ولادة المسيح بحياته كمان ابني بالروح خينا وحبيبنا. تفضل خي جهاد عقوري. بدي سميك الشاعر الثورجي. الثورجي مع المسيح. سلام المسيح. خي جهاد قديش إلك كنت تكتب قبل وتقول أشعار للعالم واعترفت هالرب يسوع ولد المسيح بحياتك صرت تكتب لمين؟ كنت قبل انغرم ببنت اكتب لها غزل قدي بدي يكون انغرمت 10-20 ماكسيموم كتبت لهم كسرت القلم ووقفت وبطل عندي عشق وبطل عندي غرام حقيقي. باختباري مع يسوع اختبرت الحرية. أمين. اختبرت المشاعر القوية. أمين. اختبرت الروح القدس كيف لما يغلغل بضلوعك بصير في عندك مشاعر تجاه ربك تبني علاقة بتبطل تعرف تسكت بصير بدك تكتب لتعبر. هللويا. تفضي من ذاتك على الورقة. هللويا. لتعرف تحكي معه. هللويا. وصار الشعر عندي طريقة صلاة. أمين. 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 مبارك أبي. شو بحضرنا اليوم بهالمناسبة ذكرى ولادة الرب يسوع؟ الثورة قلت لك. يلا يلا فضل. يلا سهران الناس لتحضرنا على الشاشة وعد الإيمان عليكم ينعاد لوجو محطتنا لو طرستوا عقماشي رح ينقلكم فرح عيد الميلاد. جلستنا روحية مش هيك عالماشي المؤمن بقله كفاك عناد ونين الكون صارت غشاشي الرب طالب محبة واجتهاد. بمغارة الليل بيخلق يسوع ولادة إلهي بتفوح طهارة بيولد المخلص بنور مقشوع نجوم السما بتضويله منارة. العذراء ضحت وقبلت الممنوع الحبل بلا دنس هو شعارة المسيح بيربى بين طلوع من أمه اتعلم اقتمن البشارة. طفل ربي بالمزود فكرة غريبة العبرة انه افهم شو المقصود ابن الله الوحيد اسمه حبيبي متواضع يسوع لأبعد حدود. مع كل سنة بتفل بيكبر صليبي عأمل هالليل بعيش موعود أهلني يا رب وزيد بتدريبي لولا ميلادك ما بيبقى لي وجود. أمين أمين. ينعاد أمين عليكم أمين جميعا. ينعاد عليك خير. أمين أمين.